بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد مقاطع أتعلم مع جمال. طبعا عندي مشكلة في تصريف الماي مال الأمطار، زين، لكن هذا المقطع ليس بهذا الخصوص، ولكن راح يكون بخصوص طبقات العزل اللي أنا سويتها عندي فوق السطح. زين، طبعا طبقات العزل مكونة عندي تقريبا من 4 أو 5 أو 6 طبقات، صراحة ما أتذكر. زين، راح نبدأ من فوق لغاية تحت، زين، يعني من الأعلى لغاية الأسفل. من الأعلى طبعا تلاحظون هذه طبقة بلاستيك، زين، هذا دهان ووتر بروف، أوكي، هذا دهان ووتر بروف، هذا دهان أبيض، ممكن تقريبا صنع ممكن شركة رأس الخيمة الأسبق ممكن، وأيضا راح تحصل منها تيراكو، زين، وراح تحصل أيضا منها ناشونال وشركات كثيرة صراحة. زين، هذا عبارة عن ووتر بروف تحطه فوق الباسكو، هذا طبعا باسكو، تلاحظون هذا نوع مثل القماش في ووتر بروف، هذا الباسكو، مو باسكو، هذا التيرازو تقريبا، تيرازو مو باسكو، تيرازو، زين، ابيض، تحط عليه هذه الطبقه من الاعلى ممكن مع القماش ووتر بروف، هذا القماش، زين، تلاحظون مثل الصبغ، هذا ووتر بروف، اوكي، زين، هذه الطبقة الأولى من الأعلى، وبعدين يجيك التيرازو اللي هو الحجر، والحجر الحل طابوق، بس طابوق خاص، زين، 30 سنتي تقريبا، 30 بـ30، زين، تلاحظون، راح الحين أشيل لكم إياه، شوفوا، زين، لأنه مثل، زين، مثل مطاط، اوكي، زين، يعني الطبقه الاولى عازل مع القماش او بدون قماش، زين، الطبقه الثانيه راح تكون التيرازو، هذا الطبقه الثالثه راح يكون الخلطه، هذه خلطه عاديه رمل اسود، زين، مع اسمنت او بدون اسمنت على الخفيف، زين، هذه الطبقه الثالثه، راح انظف هذا المكان، راح ارويكم اخر شيء، زين، هذه كلها طبقات عزل فوق السطح، زين، منها عازل للماي وايضا عازل حراري، زين، بعد هذه الطبقة، طبعا هذا ممكن تكون 20 أو 2 سنتي، 3 سنتي، 5 سنتي ممكن، زين، بعدين خلني بنظفها بس، بعدين تجي طبقة قماش، زين، هذه طبقة من القماش، زين، هذه طبقة قماش، طبعا الطبقة الرابعة تقريبا راح تكون من الأعلى، راح تكون قماش، زين، هذا قماش، هذا كله على امتداد السطح، زين، هذه طبقة قماش، طبعا الطبقة الخامسة تقريبا راح تكون فلين، زين، هذا الفلين، هذا الفلين خاص، زين، فلين عازل تقريبا سمكه 5 سنتي، والقوة ماله ممكن، والله ما اتذكر، 20 شيء كذا، المهم تسألوا، هذا طبعا خاص عازل حراري، يبيعونه في محلات متخصصة، ممكن تشتريه، زين، وهذا هو المعتمد، راح أقصه الحين لأني راح أسوي أو أكبر فتحة التصريف هذا، لأن عندي مشكلة راح أكبرها،
الطبقة الأخيرة راح تكون البوتومين، ولكن ليس الدهان، اللي هو الصفايح تقريبا 4 سنتي، زين 4 مو ب 4 سنتي سوري 4 ملي السماكة مال البوتومين هذه اللي شو يسمونه الفرش، هذا الفرش زين، العوازل زين، ممكن تشتري عوازل او ممكن تشتري اي ناس متخصصين يركبوا لك اياها. تلاحظون هذه راح تكون موجوده هنا زين في الاسفل، وراح تركبها اول شيء يعني بعد ما تسوي الصبيه عندك. وتحت هذه في فوم، تحتها في فوم تقريبا 5 سنتي فوم. الحين ما بكشف عنها الفوم، لان الهدف من هذا المقطع اللي انا ابغى اسوي اكبر الفتحه هنا لانها كانت صغيره، راح تكبر معي ان شاء الله راح ارويكم. تحت هذه في 5 سنتي فوم طبقه اسمنتيه، وفوقها وبعدين تجيك العازل الفرش، هذا العوازل يتركب على الحراره، وفوق هذا يجيك مثل ما قلت لكم الفوم هذا ال 5 سنتي، وفوق الفوم تجيك الخلقه هذه زين، وفوق الخلقه تجي الخلطه هذه الرمل زين الاسود، وبعدين يجيك الباسكو، مو بالباسكو التراسو، وفوق التراسكو تقدر تركب لها صبغ زين، مو بصبغ يعني، او عازل مائي، صراحة عازل مائي حراري زين. هذا كل هذه طبقات عبارة عن طبقات حماية زين للماي، وايضا حماية للحرارة. تلاحظون تقريبا اكرم جيب لي متر، اللي خليك جيب متر، متر هناك داخل، ممكن تقريبا في حدود تقريبا يعني حدود 20 سنتي زين، لغاية ما توصل للسطح او الصبية الاساسية، يعني تخيل 20 سنتي زين من العوازل هذه. ما اعتقد انه مشيت الله يعني انه راح تدخل عليك اي حرارة، راح تحصل عندك الغرف باردة خاصة من السطح، وبالتالي ايضا معزولة من المي، وبالتالي ان شاء الله راح تغلل من استهلاك الكهرباء. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى نتعلم مع الجماعة. شكرا جزيلا، اذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابدا الاعجاب، وايضا نشر محبكم. نشوفكم على خير ان شاء الله. هذه فتحات تصريف القديمة صارت عندي مشاكل، طريقتها صراحة كانت سيئة، الحين راح أعدلها مثل ما تشوفون، راح أكبر في الفتحة هذه، بعدين راح أعيد تنظيمها أو ترتيبها بطريقة أفضل صراحة من هذه الطريقة اللي عملت أثناء البناء. هذا السطح تشوفون ترازو معزول بصبغ ابيض عازل ماي، ايضا ممكن تحط عليه قماش زين. هذا كله تحته ممكن 20 سنتي مثل ما قلت لكم.
هذه كل الفتحات راح ان شاء الله اعيد ترتيبها بشكل سليم.